السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ اموركم كلها مزيانه؟ قرعه القرعه القرعه تقول لي مالك يا كزلان كطلع علينا شاده قرعه في يديك. المهم البنات، كنظن الفكره وضحات، يعني مني طلعت عليكم وانا هازه قريعه والا راه الفكره وضحات. المهم البنات، حنا عندنا في هاد لا سيزون هذا عندنا القرعه موجوده على الانواع، يعني موجوده على الالوان، موجوده رخيصه في مدرسه كتلقاي القرعه. واليوم ان شاء الله بغيت نخرج على القرعه في كسكسو، القرعه في صوبه، نخرج على داكشي المعتاد. اليوم ان شاء الله بغيت ندخل القرعه في حلويات، في كيك، في ميني كيك. مهم مره غادي نبقى ندخل لكم اللي عجبتكم هذه الفكره، خليوها لي البنات. مره نبقى ندخل لكم شي خضره او لا شي حاجه اللي ما محتاجينش كندخلوها في الحلويات، غادي نبقى ندخلها لكم. اللي عجبتكم الفكره خليوها لي في التعليق، مره نشارك معكم شي فضيحه. المهم البنات، اليوم ان شاء الله غادي ندخل القرعه، غادي ندخلها في ميني تارت او لا في ميني كيك او لا غادي نفرشخها على بنت او لا شانسميهم مافن او لا كاب كيك، يعني كل اخت تسميهم كيف ما بغات تسميهم. غادي ندخلوا ان شاء الله الكوزينه ونبداو الخدمه ديالنا على بركه الله. المهم حاجه اللي نقدر نقول لكم انا هي الا كان وليداتكم ما كياكلوش لكم القرعه، من بعد هاد الوصفه اللي حطيتوها اليوم غادي يطيحوا فيها عميين، غادي ياكلوها بصحتهم وراحتهم. لحقاش انا ولادي ما كياكلوش القرعه، وقت ملي كندخلها بحال هكا في كاب كيك، في مافن، بحال هكا كياكلوها ليا بعينهم مغمضين، ما كنقولش لهم كاع اشنو فيها. المهم هما كيقول لك راها زوينه، هذا هو المهم. يلا نبداو البنات على بركه الله. مرحبا البنات، كما كتشوفوا خديت القرعه هنا، انا خديت غير نص قرعه. اللي بغى يدير يعني قرعه لي صغر من هذه ولا اكبر منها ولا كل واحد يعني على حسب الكميه اللي باغي يديروا. هذا المهم انا خديت ورق الزبده وخديت الباطي الالومنيوم، غادي نكملها مزيان. وغادي ندخلها للفران تقريبا واحد نص ساعه حتى 45 دقيقه، نخليها طيب هاد القرعه بحال هكا كما شفتوا، يعني ما درت فيها حتى شي حاجه، هي نفسها غير كملتها. اللي بغى يتفادى هاد العمليه كامله يعني ما يديرهاش، كاينه لا بيوري ديال القرعه بحال هكا كتباع واجده جاهزه. اما اللي عنده بحال دابا انا هاد القرعه هادي خديتها للكسكسو وتشهيت هاد القرعه هادي بحال هكايا كبيره شي شويه وهكا، وباش نخليها يعني حتى الجمعه الاخرى غادي تفسد ليا. داكشي علاش طيبت منها، واللي بقى منها غادي نديرو كيف ما غادي تشوفوا ان شاء الله. المهم غادي ندخلو الفران دابا، وان شاء الله من بعد ما توجد غادي نتلاقاو. من بعد البنات ما كدوز واحد المده، يعني كنقربوها غير بايدينا بحال هكا، كنحسوا بلي القرعه ديالنا صافي بدات كت يعني نقدو نوركو عليها وندخل صافي، يعني هذا كيعني بلي راها طابت، خليتها حتى بردت غادي ديك الساعه نحيد ليها هاد الجلفه ونحيد ليها، غنخلي غير لابيري. اللي بغى يعني يتفادى هاد الخدمه كامله راه كاينه يعني كتباع لابيري ديال القرعه جميع المحلات هنا بعدا راه كاينه موجوده. طريقه سهله صافي، وكنحيد هاد الجلفه هادي. من بعد كنمعسوها، هي اصلا راها يعني ساهله باش تمعس، وها لا بيري ديالنا واجده. شو البنات، المهم انا غادي ناخذ منها كاس وغادي ندوزو ان شاء الله نوجدو الكاب كيك ديالنا. دابا ان شاء الله غادي ناخذ المقادره من بعد ما شفنا لابيري كيفاش طلعت. المهم هنا خديت واحد الكاس ديال لابيري، غندير معاه كاس ديال السكر، يا هاد السكر البني يا السكر سنيده اللي بغينا. هنا عندي كاس ديال الزيت كما كتشوفوا اللي ما عامرش، يعني تقريبا ناقصه من واحد الربع. عندي جوج ديال البيضات، عندي القرفه، ناخذ بودره وناخذ حتى هذا الا بغيت نخلي الزيت، وعندي هنا الدقيق، الدقيق على حسب الخليط ان شاء الله غادي تشوفوا شحال غادي نحتاج فيه. وعندي هنا واحد جوج خمارات بوزن ديال 8 غرام، يعني عندي واحد 16 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، واحد رشاشه ديال الملح. غادي نبداو على بركه الله، غادي نبداو على بركه الله البنات.
كيما كتشوفوها انا لابيلو درتها في المول اللي غادي نخدم فيه. غادي ندير واحد الرشاشه ديال الملح، غادي نضيف سكر سنيده، البيض، غادي نحاول نخدم هادشي مع بعضياتو مزيان. كما شفتوا البنات يعني خلطت كلشي، ضفت لهم واحد شويه ديال القرفه، تقريبا واحد على حساب القرفه على حساب الذوق، راس ديال معلقه ولا نص معلقه اللي كيبغي يعني القرفه بزايد. وهنا غادي نبدا نضيف في الدقيق مع التخليط او التحريك، عرفتي جبت التخليط. غادي نضيف الخمره ديال الحلوه، وغادي نزيد نضيف الدقيق حتى نحصل على واحد الخليط اللي ما يكونش كتجي يعني الخدمه ديال القرعه كتجي شي شويه ثقيله، ما كيجيش يعني بحال القوام ديال الكيك العادي. المهم غادي تشوفوا ان شاء الله القوام اللي كنبغي في الاخير، غير هو راه واخا يعني كتحسوا بلي القوام ديال الكيك راه شي شويه ثقيل يعني بارابور لهذا الكيك العادي، ولكن راه كتجي هشيشه من الداخل. المهم هذا هو القوام اللي حنا كنحتاجو، شفتوا البنات غير مزعم شي شويه يعني كتحسوا به شي شويه ثقيل. كنخدموه مزيان، بغينا نديروها يعني كيك بنفس الخليط بحال هكا كنديروها في مول مجموع نديروها، بغينا نديروها في اكوا بحال هكا فرديه. انا بغيت نديرهم في هادو ديال السيليكون، هادو عندي اورانج، بغيت هما اللي ندير فيهم هاد الكاب كيك هادو ديال القرعه. عندي هادو اللي محلولين بحال هكا، كيف ما كانوا عندنا غير مسدودين بغينا نديروهم لينا الاختيار يعني نديروهم كيفاش ما بغينا. انا اليوم ان شاء الله غادي نستعملهم في هذا، المهم البنات كما كتشوفوا هنا كنعمر الثلثين وكنخلي الثلث يعني ما كنعمرش الداخل حتى الفوق باش هكا ما يفاتش لينا ولا هكا، وقت اللي بغاها طالعه يقدر يزيد يعمر شي شويه. انا كنعمر على حساب مني طيب كتجيني الكاب كيك يعني متساويه مع السيليكون، لحقاش مازال غادي نزينها من الفوق. صافي هنا كان هادو هادو ديال السيليكون غير كنستفهم في هاد اللاطه بحال هكا وكندخلهم الفران، يعني ما كيحتاجوش ليا داك القالب ديال هذيك اللاطه ديال الكاب كيك. في هاد الاثناء راني مشعله الفران يعني مشعلاه على درجه الحراره 180 مشعلاه يسخن باش غادي يسخن ان شاء الله نكمل هادشي وندخلهم ان شاء الله باش يطيبوا. صافي البنات دابا غادي ندخلهم الفران على درجه الحراره 180، كل اخت يعني كتعرف الفران ديالها حتى يطيبوا ديك الساعه نجبدوهم ان شاء الله، ندكو فيهم شي حاجه تخرج ناشفه يعني راها طابوا.
وهل الميني كيك او الكاب كيك ديالنا وجدوا كنخليهم واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق حتى كيبردوا، عاد كنحيدوهم من اللاطه. هنا البنات غادي نشارك معكم الطريقه يعني باش كنحتفظ بهم، كما كتشوفوا يعني خرجت لي كميه مهمه، كان غنشارك معكم الطريقه باش كنحتفظ بهم، وكذلك غادي نزينوا بعض الحبات اللي غادي نشربوا بهم قهوه. بالنسبه للبنات لهذا الميني كيك ولا كاب كيك، يعني الا بغينا نحتفظوا بهم بحال هكا مده طويله، نستفوهم في سوبيره وندخلوهم المجمد. هذه هي الطريقه باش كنحافظ على الميني كيك او على الكاب كيك او على الكيك، هكا كيفاش كنحافظ عليهم ملي نبغيوهم، يعني نجبدوهم واحد دقائق قبل وكيكونوا واجدين. المهم انا هكا كيفاش كنستفوهم وغادي نخشيهم في المجمد، كيبقاو لمده طويله. وهنا غادي نشارك معكم البنات انا علاش كيعجبني هذا المول هذا ولا هذا السيليكون، لحقاش كيعطي واحد الشكل بحال هكا من الداخل وكيخلي لنا يعني حتى كيفاش نزينو، بغينا نزينو بحال هكا من الداخل. انا هنا يعني كما كتشوفوا غادي ندير الويب كريم، غادي نزين غير بالويب كريم، عمرت هذيك الثقيبه اللي عندي في الميني تارت او في هذا الميني كيك من الداخل. وهنا تزين البنات لينا الاختيار، انا هنا كما كتشوفوا درت الويب كريم لحقاش عزيزه على وليداتي وغادي نرشو بهذا الفنيد هذا الرقيق الصغير هذا ديال الحلوه كيف ما يعني بغينا، اي كريمه كيبغيوها وليداتنا، كريمه ديال الزبده، كريمه ديال الجبن، اولا يعني اي كريمه كانت تفضلوها تقدروا تزينوا بها. المهم انا كما كتشوفوا هنا يعني ليا الاختيار، يا اما نقلبهم بحال هكا ونزينهم كيف ما شفتوا، يا اما زينتهم على الشكل العادي ديال الكاب كيك باب الويب كريم من الفوق، وغادي نضيف ليه واحد هاد العويدات هادو ديال القرفه بحال هكا هكا، زعما باش كنقولوا باللي راه هاد الميني كيك هادي راها بالقرفه، يعني راه فيها القرفه وكيجي تزيين ديالها بحال هكا كيف ما بغينا نخليهم غير سامبل بلا تزيين. وهكا البنات كنتمنى يعني باش تجربوهم ويعجبوا وليداتكم، كنتمنى الفيديو ديال اليوم باش يعجبكم ونال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم البنات بطبيعه الحال ما تبخلوش عليا بلايك، واللي باقي جديد يعني باقي ما دارش على القناه ديالي ما شافش القناه ديالي غيشوفها من هذا الفيديو، ما كنقول لكم غير مرحبا والف مرحبا، تابونا وضغطوا على الزر الاحمر وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. المهم البنات ما بقى لي غير نودعكم ونضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله.